والله جاب الام يا ابو نايف لا ترضاها يا ابو نايف جاب الام دبل بوينت عشان امك اذا كنت تعبان والله دق عليها والله دق عليها تدعي والله ابو نايف دبل بوينت قلها اذا اعطتك دبل بوينت انا موافق ليه انت ايش مسميها ام ابو نايف اليوم بنشم ونذوق وبنشوف وبنسمع بنعرف من اكثر واحد فينا عند الحواس حقته قويه من اكثر واحد منا يجيب اعلى نقاط. حياكم الله جميعا. تامر ليش انت بتلحف؟ بردان؟ لا جاي الا بردان طفي. لا 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 اليوم بنخليك تدفع بنخليك تجرب حواسك كلها. هو صح الحاله. لا لا كلنا وانت معنا اي اشوه بنجرب السمع والنظر الشم تذوق باقي واحده باقي واحده وش باقي؟ باقي خمس حواس. خمسي خمس حواس. في ناس عندهم ست في ناس عندهم ست حواس حساسة. ايه لمس صح عليك. يلا بسم الله نبدأ بأول حاسة عندنا. حاسة اللمس. نلمسك. لا تلمسني. حاسة شم. خلاص عادي لمس احد. هذا وش وهذا الشيء من الشم. حاول تعرف شيء. معليش طب انا دائما اشمه بس ما ادري وش. ودي احسني كح منه. ايه معروف عيني. شمه طيب يحط حلقك اسمع. ايه اوكي والله عصبي ذا. يلا عرفته. يلا يلا افتح عيوننا. كيف اقول بسم الله. اقول انت ابدا بسم الله. لا لا أبدأ انا عارفه ابدا عارفه. لا انا عارفه بعد. لا هذا معي. لا لا دقيقه لا 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 دقيقه خله هو يبدا. دقيقه انا طالب بورقه ولا شيء. لا لا ورمت كذا ورمت كذا عاد تقولها. 3 2 1 نقول مع بعض. اوكي يلا 2 1 3 2 1 هيل هيل. ما قال شيء. لا هو ما قال شيء. خصم هذا قال هيل. هيل هيل صح هيل صح عليك. هيل 1-1-0 بسم الله. تزمه ما قلت شيء انت. وهنزل يعني ان احنا بتزلقها مع بعض. تزلقها معنا. تزلق الكلمه يعني تقولها. احنا نسوي غمض خلاص. بمناسبة اليوم الوطني في عرض في 65 البراند حقي السرتيشيرت ويجيك الثاني ب 93 ريال. على فكرة هذه الفترة كل المنتجات عليها عرض راح يخلص في 30 سبتمبر. الحقوا العروض لبس العافية. حكم جامد والله جامد حكم. يا اخي حسيت الكلمة غلط. ايه ويقول متأشم. يلا بس تجي على خشمك الحين. يلا اربع قلت تجي على خشمك. شم هو فاسك. بسم الله عليك. حط يدك حط يدك. جرب حاسة اليد. ايش تنسيت؟ انا عرفته قوي مرة يا الله. ها متى نقول؟ نفتح عيوننا؟ افتح عرفته؟ أنا بس ناسي اسمه. ولا عارف اسمه. المقطع الاخير كلته انا. لا لا تخرب خرب. انا بقول 1-3. يلا اذا قلت 3 قول على طول. بودي انا ادري انك ما تعرفه. 1-2-3 كمون. ارقم ارقم دبل بوينت لان قال ما عارف. نقطه نقطه يعني الان 2-2-1 دبل بوينت. دبل بوينت عند امك. وخر بس والله جيب عشانك. والله جاب الام جاب الام والله جابها. ايش اللي بياخذ مقطع؟ والله جاب الام يا ابو نايف لا ترضاها يا ابو نايف. جاب الام دبل بوينت عشان امك اذا كنت تعبان. والله دق عليها والله دق عليها تدعي. والله ابو نايف دبل بوينت قلها اذا اعطتك دبل بوينت انا موافق. ليه انت ايش مسميها ام ابو نايف؟ هلا يمه سكر. كيف حالك؟ طيبه. عبد العزيز الربيع جنبي. لا لا خلاص. وثامر الله يبلش يقولون دق على امك خذ دبل بوينت. اخذها يمه ولا؟ طيب وش يقول ثامر؟ اقول هو يستاهلها لانه ولدك بس عاد الحق يقول لا. والله عاد شعورك وحدايك الله. افا يمه. يمه وش صناعه المحتوى ذا؟ كل امك لا ولا خلاص كلام الام واحد. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير يمه. يلا تسلم العافيه. يا هلا يا ابويا. يا اخوان بمناسبه اليوم الوطني اتمنى نوصل 93,000 مشترك في هذا الفيديو. نقدر يستاهل الوطن. لا لا جد جد على فكرة ترى أغلب المشاهدين لهذا الفيديو والفيديوهات الماضية مو بمشتركين في القناة. أحيانا الناس يتابعوني من الصفحة الرئيسية ولكن ما يكون مشترك. تأكد أنك ضغط على زر الاشتراك عشان توصلك فيديوهات أول بأول. يلا شم شم. يلا يلا شم شم يا ابو دقيقة. حاسة تلمس ولا الشم؟ هي شم. أرد ما في شيء آخر. دقيقة ما يشم. دقيقة هذا ما يشم. إذا شم شم وايد دور المتى الحين قدامك هو ترى. والله انها صعبه ذي مره. شميت خلاص شميت دخلت الصعب في عيني. انا شميت ريحه بلاستيك. لا وري ما في صدق يعني. هذا خشبي بلاش. جالس شم ريحتها الحين. كحيوان انت. انا ما ادري وشو صراحه. انت عرفت وشو؟ ان شاء الله. عرفت وشو؟ اعرف. انا شميت بلاستيك فما ادري انا ما راح اجاوب انا. يلا بقول 1. لا دقيقه. انا عرفته ان شاء الله. عرفته؟ ايه. ابغى اوصفك شكله. تغير لونه اشقراني على خضار. 1-2 قل. 1-2-3 قرنفل.
فلفل اسود مره، انا قلت مره مع فلفل اسود صح؟ فلفل اسود؟ صادق؟ والله انا ما شميتها صدق. ترى ترى فلفل اسود يجي نوعين من نفس الوصف اللي ذكرته يسمونه فلفل اشقر. روح للحاسه اللي بعدها بسم الله. معك ملعقه ولا لا بسوي غاسلها، غسل يدي اشمر اشمر بالتراب. يعني كلب انت؟ غاسل بالتراب. تمام افتح فمك. سهبل مره واضحه. تفاح ما ايزي افتح انت. واضحه مره هذه. هات لونه. لا ايه. طيب هذا السؤال. السؤال وش هو؟ هذا السؤال بالضبط. ايش؟ عنب. كلنا ندري انه عنب. ايه يلا جاهز، انا جاهز. واحد عنب اخضر. والعد حقي يا حيوان. ما سمعتك. ما يلا واحد عنب اخضر. اثنين عنب اخضر. الله يقلعك. عنب اخضر. طيب الجواب صحيح؟ صح صح. ايش ناكل؟ لا بس حلوه حركة. شوي شوي. انا عجبتني والله. بس والله يفرق عن الجو. اي اي فكك. عطى فكك. عطى بخشمي صداني طيط بيطلع صوت. طيب دف دف كذا لازم اوصلها مريء. وصلت خلاص. توصى علينا. مستحيل انه يكررها. الطعم مختلف اصلا. اصلا طعم احلى شوي حالي اكثر. طيب هو ليش اعطانا عنبين؟ عنبين عنب احمر بس اعطانا عنبين. يمكن يبغانا نغلط في الاول ونغلط في الثاني بس انه جبنا الاول فتوهق الثاني ما جايب عنب. هو جايب عنب قال خذ عنب. انا اقول عنب احمر. 3 2 1 عنب اخضر. اما اخضر طعم مختلف. ابى اتوقع اخضر. هذا اخف. ابى اتوقع اخضر. قل ليش؟ ليش؟ لا هذا اخف من داخل. ابى اتوقع اخضر. ليه؟ لانه قد يكون انه اختبار اخضر ثاني. اي لا اختبار انه الاخضر اللي جانا كان فيه حلا اكثر. تعرف اي طيب مين معد المقطع؟ حكم هذا. هذا اتوقع انه ذكي يسوي الحركات ذي. والله يمكن هذا والله انك ما تعرفونه. انا بتوقع كذا لانه دائما العنب لون العنب يحدد الذكي ولا لا. مو باخضر القب. توتر توتر ودي انزل الكاميرا. ودي انزل طقك والله ودي انزل. يا مواليد 2000 اسمع ما كذب. العنب مختلف. صحيح. شلون اللي قلت انت؟ انا قلت احمر. وانت؟ احمر. انا اخضر قلت. ودي اقول فيها بس ما اقدر. بس غلط. وجهه عادي اغير جابتي. اسمح والله. لا عنابي. مو صح. عنابي. عنب عنابي. اقول دز اخضر. شيء غبي والله اني قايل لكم. انا والله انا شهور صح؟ شهور بدون ما اشوف كيوي. حيوان واضح انك اقسم بالله. شوي شوي بتطلع كيوي اقسم بالله بعطيك. تخيل والله لو بتطلع كيوي ياخذ ثلاث نقاط. هذا حشر شيء فمي. وفي عنب ثالث. في عنب ثالث يا عيال. وش العنب ذا؟ انا يا عنب. عنب ثالث بس اول مره ادري ان في عنب ثالث. يلا انا جاهز. في اخضر وفي احمر. اخضر واحمر واسود. اخضر بلاك بيري. ايه لا مو بلاك بيري. مو بعنب بلاك توت. يعني بلاك بيري توت. ما في الا لونين يا اخي عنب صح؟ كل واحده منهم. يلا يلا انا جاهز. 1 2 3 احمر. احمر احمر اخضر ولا واحد. عنابي اسود. والله اني قلت لك اسود. اقرا من القهر. بلاك بيري. ها طقطق علينا. بلاك بيري انت تقول. بلاك بيري. شوف هي واحده من الثانيه يا توت يا جوال. ما في عنب. الان خلصنا التذوق والشم. الان سمع اذنك. انا اذني صغير الحمد لله بس انها تلقط. تلقط تلقط. صوت ايش هذا؟ حيوان. سنان. والله سنان. ايوه انت مقلد الصوت ذا ولا ايش؟ دورنا بسمع. هذا انت بقلده؟ شاف شاف الجوال. شاف 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 غير غير شاف غير غير شاف. ما يحسب نقطته. وش 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 صوت هذا؟ صوت ايش؟ يلا بكيف هو طلع صوت. ودي اسمع. ودي اسمع ثاني انا. هذا قطو خانقينة. صوت حيوان. يا عيال يا عيال انا شفته. مستحيل جبانه. كل واحد له 3 اجابات. يا عيال من عندي 5 اجابات صار بدون ما تفكرون. خذوا تريبل بوينت كل واحد. خذ تريبل بوينت. يلا يلا عطي اجابه. سلحفاه. غلط. عطي اجابه. ببغاء. غلط. عطي اجابه. نسر. غلط. عطي اجابه. غلط. عطي اجابه. تمام. عصفور. غلط. عطي اجابه. وشق. ما ادري وشق. غلط. عطي اجابه. باقي اثنتين. غلط. غلط. عطي اجابه. وش انت ما قلت شيء عشان يقول غلط. فيل. غلط. غلط. عطي اجابه. حصلي. غلط. الا حصلي. ثعلب. حصني هو الثعلب صح؟ ثعلب. حصني هو الثعلب. لا حصني صح. الا حصني هو الثعلب. حصني غير الثعلب. ثعلب. حصني هو الثعلب. ثعلب انا. حصني هو الثعلب. ثعلب انا. هو قال حصني. هو نفسه. انا قلت ثعلب. حصني هو الثعلب. صح الثعلب بس. القم. حصني صح عليك. ثعلب. خل كل واحد يسمع. صوت نهر. في حيوان هنا. صوت نهر. جاهز انا. مويه. انت عندك الشاشه.
صوت مطر على حجر. ترى قرب. يلا جاهز؟ يلا يلا. تسمح لي اجاوب اخر واحد بعد ما استجاباتهم؟ قل والله ما غير. والله ما غير. ايه يلا ثلاثة اثنين واحد. ثعبان. ثعبان؟ لا برد. لا بركان او لافا. والله والله انا جاب بالي حيوان يمشي في خشاش الارض. مويه صوت مويه. لا في عاد امس شايف واحد يسوي درون لافا. والله يصور لافا. وفي صوت هذا صوت مويه والله. صوت حراره. شيء يطلب النجدة او يطلب اكل. انا جاهز. لا لا اسمع لا شو بسمع عند اذني. همستر فار وما ادري وش نوع. هو نوع من انواع القوارض. لا 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 تساعد. ايه لا تساعد. يوم عرفت تساعد. يعني انت قلها ما انت بجايبه. انت قلها هامستر. انت بتخرب على فكره يعني. انت قلها هامستر. خلاص انت قول فار. انا بقول فار. لا انا بقول فار وانت. لا لا انا فار. خلاص انا فار وانت هامستر. لا حبيبي انا هامستر اكشخ. ثلاثة اثنين واحد. فار. سحبة. فار. هامستر. واحد. اح وش الصوت طيب؟ ارنب. ارنب ارنب والله انه صوت ارنب. عصته ومسكته مع ذانك. صح. حاسة اللمس الحين. خلصنا ثلاث حواس. هذه الحاسة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نلمس. لا تحسس فيه. امسك امسك ما بيه. انا عرفت وش خلاص. واضح. ايس كريم. ايس كريم. اما عاد ثبت اجابته. ثبت اجابته. ايس كريم. ثلاثة. انت علك. علك. بعطيكم الغرض لمدة ثلاث ثواني باخذه منكم. يلا. واحد. يا اخي العنب حرام يرمي. جيبوه. ناكله الحين بعد ما اخذ. دقيقة ما شفت شيء. تكفى تكفى. ما تشوف هو يا غشاش. تكفى. انا لمست وعرفت. واحد. واضح دي. لا تفرق. صوم تفرق. عرفت ايش نوع الشيء وشو؟ نوعه؟ لا هو عصير. ولا وشو؟ عصير. ربيع ولا حل شوكولاته بس ما نقدر. اي وش اجيب له قد الف. تخيل وش طباعه الكرتون؟ لا نفس ما قلت انت. وشو؟ عصير برتقال. عصير كرتون. عصير صغير. عصير ذا شو اسمه برتقال. ذا ما يحتاج تفاصيل. خلاص عصير. عصير. عصير كرتون او حليب. عصير حليب اللي هو عصير. غمض 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 يلا. كتب عينك يا كلب. كتب عينك. والله اني حاسس. والله اني حاسس. يلا والله اني حاسس. اكيد استمعني يقول غمض غمض. ها مد يدك مد يدك. يلا مد يدك. شوف انت شيك انت. يلا ها تو كانك تدعي. ادعيت بعد. انا قاعد انا طلع ديلك الثنتين ثامر. ليش؟ حجمه كبير. حجمه كبير. يا الله يا رب اني ابوي. واحد اثنين ثلاثة. يا اخي ما جاب بالي بشيء. واحد مشاكلي مشاكلي اقسم بالله مشاكلي. شم شم مشاكلي القطو. نفهم احنا لما بلي ثلاث ثواني صح؟ لي ثلاث ثواني اسوي اللي ابي. لا ما قبل. انا فكرت حكم عادل. واحد اثنين ثلاثة. معجون. ها؟ معجون سناش. قال؟ معجون. اي ايش هو؟ صح صح؟ ما جاب بالي انا اللي مثل الكرتون في كذا زوايا عرفت حسيت انه سن. ستيكر. حبيبي انا اذا بغيت افرش اسناني بس ما خلاني. انا حسيت سن عرفت شكل السن اتوقع. اختبار النظر الفقرة الأخيرة بنشوف حق اختبار النظر فوق تحت مين صار هذا اللي إذا يطلع رخصة. نبدأ بس برقم 8. لا لا أول شيء أول شيء تكلم على البوينتس ونقاط. هذه كم تريبل؟ لا ما فيها نفسها. يلا نبدأ. أنا عندي يلا واحد اثنين ثلاثة. تحت يمين يسار يسار تحت فوق يمين يمين فوق تحت يسار تحت تحت فوق يسار تحت يمين فوق يسار يمين فوق تحت يمين تحت فوق يمين يسار. هذا ثنتين يمين يسار فوق تحت يمين يسار. القم القم قا 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 كل اغلاط غلط 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 غلط. انت سكبت لاين في فوق لاين واحده كبيره اكبر. لا مو مش غلط والله. لا مش صح. والله مش غلط. والله مش غلط. هي بالترتيب تمشي. لا في واحده سكبتها. انا سكبتها ونزلت تحت او انك ماشي. والله ماشي على اللي في اربعه هنا اربعه هنا. هذا اللي اشرت عليها صح. هو انت تمشي بالترتيب صح. الا شفت الثنتين والله. اسمع انت تمشي عشان اصبعك معاق. انت تمشي بالترتيب صح. لا امشي على اصبعه. هو قال على أصبع. اللي هو بالترتيب طيب صح. طيب انت ترتيبك غلط. لا. يعني في شيء غلط قلته. يمكن هو اشر صح بس انت ما شفته فوق. والله ما اشر عليها. انا شايفها والله ما اشر عليها. ناقش حكم. ناقش حكم. ونعم اصعب مقطع مقطع اللي نقطه جزء امها. انت اعدادك داري دارك
9 3 7 6 4 7 5 2 8 تبي اجيب ارقام لمين؟ 10 على 1 6 على 12 6 على 9 6 على 6 6 على 5 6 على 18 0 على 24 0 على 36 بوم. 6 غلط. ها؟ مو صفر. 6 على 24 والله؟ اي 6 شفتوا؟ كلها 6 6 6 6 6 لا ما شفتها بس بالمنطق. منطق. بالمنطق. ما عندك مخ. ناظر بس ما عندك مخ. والله انتم ما عندكم مخ واختبار نظر المفروض ما يمشي على اللوجيك. اي احنا ما نشوفه. ما توقعنا لوجيك. خلاص انا صح. صح. خلص الوقت جبت اختبار. 5 7 8 لا 8 هو طيب الاساس. 8 اي 8 7 ايوه 6 هو 7 ما في مشكله النقاط الحين عند ابو نايف 6 7 8 ما احتاج اكمل انا فزت يعني الصراحه ذا كله على وشو صدق لا انت ولا هو كلكم هو ما بيلعب صح لا اقول ما احتاج انسحب انسحب عشان يصير الثاني لا لا انا الفاير يعطيك العافيه مع السلامه شكرا لكم خلاص تعال مع السلامه يا مرة أنا غلطان أدافع عنه راح رجال راح رجال راح